ونتمنى برضو من كل الناس اللي بتتفرج علينا ومننا احنا كمصريين واحنا ماشيين في الشارع يا جماعه. يعني انا كنت بشوف عند اسود قصر النيل لازم نقعد نحفر تواريخ ميلادنا، نعمل القلب العظيم بتاعي انا والاكس اللي هو اصلا بقى اكس وبوظوا اثار بلدكم عشان خاطر ايه، وطالعين زعلانين قوي ان حصل ترميم. اه لو الترميم في حاجه يعني خلت الاثر مختلف نوعا ما حاجه تضايق، ولكن اللي يضايق اكتر بقى ان انتوا اصلا بتبوظوا، ان احنا بنبوظ وكمان مش راضيين بالترميم او ان الحاجه تتعدل. فيا ريت نحافظ على اثر بلدنا عشان دي اثرنا في الاخر. يعني اكيد الغيره على اثر بلدنا طبعا دي حاجه جميله جدا، لازم الغيره على ان اثر الناس بلدنا. طالعه متضايقه وتقول لك لا غيروا من متضايقه؟ شكله. طب ما هو اللي متضايق ده شخص ما بيحفرش، يعني سيبك من الشخص اللي بيحفر والشخص اللي ما بيحفرش، ان يبقى عندنا مشكله كبيره جدا عفوا في الآثار المصرية، إن التعامل معاها أنا بشوف تعامل في منتهى قلة الضمير. يعني في كل حاجة إحنا شفنا من فترة وكان ترند من 3 4 5 6 شهور ترميم الهرم وتبليطه وعايزين يبلطوا الهرم. هو إحنا بنتعامل مع الآثار كده ليه؟ يعني إحنا دولة ربنا كرمنا إن إحنا عندنا آثار مختلف العصور ومختلف الأماكن، بدل ما نحافظ عليها ونحاول نخليها شكلها أفضل نبوظها، نطلع أفكار. أنا ما أعرفش مين اللي بيفكر، يعني أنا ما أعرفش في ملف بص الآثار هو ده اللي انت بتقوله مين ده اللي ما بيفكر. اتنفذش وما حصلش، تم ولكن وضع حجر الاساس لتبليط الهرم لحد ما الناس بتاعت السوشيال ميديا بدات ان هي ودكتور زاهي هنتناول حواس الموضوع دخل، ده اكيد وطبعا ونشوف حقيقته ايه. دياب مش عارفين ومش عايزين نخوض في حاجه احنا مش عارفين لسه لا قدام عيني صحتها. انا بتكلم على حاجه انا شايفها قدام عيني، مش حاجه انا مش محتاج ان هتتخانق انا معايا ليه لا دياب؟ مش بس والله طب يا بتكلم جماعه معاك. انا